مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم في الساحة. اليوم أكدت النجمة التونسية درة زروق التي احتفلت بزواجها أمس من المهندس المعماري المصري هاني سعد أنها ليست الزوجة الثانية، وأضافت في أحد البرامج التونسية درة زروق قالت أنه هاني سعد انفصل عن زوجته الأولى. وزادت درة زروق تفاعلت مع عديد الأشخاص وقالت أشكر كل من هنأني، وزاد وجهت رسالة لبرش عباد وقالت ولمن روجوا هذه الإشاعات ويحاولون الاستياد في الماء العكرة ربي هديكم. كل شخص حر في حياته الشخصية وحر في اختياراته، اخترت رجل أحبه والزواج كان تتويجا لعلاقتنا. وكلمة الختام كانت لدرة زروق، هي معنا وجهت رسالة للتونس الكل وطلبت منهم الكف عن الإشاعات وزاد عن التطرق إلى حياتها الخاصة التي لا تعنيهم. وكلمة الختام الناس الكل نفرحوا لدرة زروق، شاء الله ربي هناها. وما تنسوش الناس الكل تعملوا لايك للفيديو وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.